السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع المش جيمر عبد اللطيف. في هذه الحلقة لدينا جولة من جولات الدوري الأوروبي أمام الفريق الكبير فريق نابولي. لدينا ليستر سيتي يا سادة، يعني الفريق أصبح الآن جاهز لخوض أي مباراة، سواء كانت هذه المباراة كبيرة أم صغيرة. الفريق متميز جدا في جميع اللقاءات وجميع المواجهات في الفترة الأخيرة. لدينا هنا مباراة جديدة في الدوري الأوروبي، يعني نابولي وليستر. إذا استطعنا يعني نحن نهرب من دور 16 نصعد إلى دور الثمانية، سيكون هذا إنجاز كبير لدينا نحن الإدارة. لذلك علينا أن نلعب هذه اللقاء. طبعا هشوفك بعد الانترو، تأكد أنك عامل لايك ومشارك في القناة وفعل التنبيهات عشان تقرأ الحلقة الجاية أول بأول، وخلينا ندخل على مباراة نابولي وليستر سيتي. هيا بنا. إذن على استاد دييغو أرماندو مارادونا، مباراة نابولي وليستر سيتي. مباراة ستكون مباراة كبيرة، مباراة عتيدة في دوريات أوروبية. الدوري الأوروبي واليوروبا ليج يعني يلعب فيها بيده وبأسنانه ليستر سيتي حتى يضمن مقعدا مؤهلا. هنا أسيست من بيرتريند، يا سلام يا سلام، وهو التصويبة يا سلام، ولكنها يعني في النهاية إلى بيرتريند مرة أخرى. الأخطاء الدفاعية من الممكن أن تكلف الفريق الكثير. هنا ريكاردو بيريرا ثبت نفسه مع الفريق، كان كاستنج هو الأساسي هنا في ريزه، ولكنها تصويبة أكثر منها عرضية. كرة عند أوسبينا، حارس كبير أوسبينا. هنا كرة يحصل عليها تيلي منزي بكل سهولة. بارنز يبعث كرة لأيوزي، أيوزي بيريز، أيوزي بي. أوه 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 أوه. ضغط من ليستر، ضغط من ليستر في بداية المباراة. هنا تيليمانز والفريد انديدي، غونزاليز والتصويبة، ولكنها لا تصل. زخم هجومي هنا في دييغو أرماندو مارادونا. الاستاد العريق، هنا لعب مارادونا، هنا لعب مارادونا، لعب الكثير من المباريات وفاز مع نابولي بالكثير من اللقاءات والبطولات بكل تأكيد. هنا صنع تاريخ، هنا صنع تاريخ هذا الفريق، لذلك تكريما لاسمه سمي بالنادي هذا اللقب. تدخل عنيف من دفاع نابولي، ولكن يعني لم ينجح فيها ماديسون في أن يصنع منها أي شيء. دربك في خط المنتصف، هنا كرة تصل إلى الجولدن بوي بورنز، يلعبها للأمام لغونزاليس، ولكن الدفاع من أمامه، من أمامه الدفاع. يا سلام، ضغط من الرواق والجبهة، يعني زخم في منتصف الميدان لليستر. طبعا الفوز في هذا اللقاء وليس غيره لليستر، يريد ضمان مقعدا مؤهلا إلى دوري أبطال أوروبا في العام القادم، وليس إلا الانتصار في دوري الأبطال نظرا لصعوبة الدوري الإنجليزي الممتاز. هنا يا سلام ماديسون، يلعبها لأيوزي بيريز، أيوزي بيريز، أيوزي بيريز، يريد المرور أيوزي بيريز، ولكن يفضل اللعب لريكاردو بيريرا هنا، لذلك ماديسون يصوب ماديسون. يعني فكرة التصويبات هنا أكثر من رائعة، فاز بها ليستر سيتي في العديد من المباريات. هنا ريكاردو بيريرا، ولكنها كرة مقطوعة. استحواذ في دييغو أرماندو مارادونا ستاديوم. بيرتريند، ماديسون مرة أخرى، تمريرات في منتصف الميدان، تمريرات في منتصف الميدان. تحرك ماديسون ولكنه يفضل إلى تيليمانز مرة أخرى. بيرتريند، جولدن بوي، جولدن بوي، بارنز، بارنز يلعبها حلوة لتيليمانز، ولكن المرور صعب لتيليمانز، يعود بالكرة مرة أخرى لولفرد نديدي، لم تخرج الكرة، لذلك ريكاردو بيريرا من الجبهة الأخرى. يا سلام يا سلام يا سلام، بيريز يلعبها لريكاردو، أوهو غونزاليز، يا سلام، كرة وتمريرات كثيرة في الكرة السابقة، ولكنها تصل إلى النهاية لضربة مرمى للفريق الإيطالي. هنا طبعا استحواذ على اللعب على مجريات اللقاء بشكل أكثر من رائع للفريق الإنجليزي. هنا تصل الكرة في النهاية إلى زويونشي، فوفانا، فيرتريند،
كليمنز ماديسون ديدي يعني الحرس حرس منتصف الميدان لدى الفريق الإنجليزي. هنا يعني تدخل على بيرترند ليس في حالته. بيرترند بيريرا تمريرات متواصلة هنا كرة يا سلام خروج من منتصف الميدان خروج آمن من منتصف الميدان ولكن زويونشو تدخل قاسي على تيليمانز والحكم حتى الآن في الصمت. إنديدي أيضا وتدخل وهنا كرة تصل إلى بارنز يلعبها أمام لي غونزاليز واحتمال الهدف ولكن الإعاقة من الدفاع أظن أن فيها ركلة جزاء. والله يعني إذا كان الحكم يسعى للضبط وربط هذه المباراة في هذه الكرة ضربة جزاء يعني ليس فيها أي شيء. هنا كرة من لوزانو تصل إلى ماريو روي ولكنها مقطوعة في النهاية. يوزي بيريز إنديدي يلعب الأمام لغونزاليس يريد المرور مرة أخرى ولكن جوزوس كرة من أسبينا للأمام تصل في النهاية لدلوزينو معه فوفانا ولكن انتهاء الشوط. محاولات كانت عديدة من ليستر سيتي في هذا الشوط استحواذ على الكرة بشكل كامل استحواذ على مجريات اللقاء ولكن بدون أي أهداف في النهاية. هنا تيليمانز فوفانا نزول إنسيني طبعا يعني إذا كنت تلعب هذه اللعبة فعليك العلم بأن لاعب مثل إنسيني يعبر عن خطورة. هنا كرة لبارنز ولكنها في النهاية تصويبة من من كان هذا اللاعب والله لا أدري. هنا تيليمانز يلعبها لبيرترند رايان بيرترند ولكنه ليس في حالة جيدة. بيرترند حتى الآن ليس في حالة جيدة. هنا كرة لتيليمانز يعيدها إلى ويلفريد إنديدي اللي يلعبها الأمام كرة خادعة تخدع الجميع. هنا كرة يا سلام تصل في النهاية إلى إنسيني دانيلو بيريرا. هنا غونزاليز والهدف مرت داخل خط المرمى. لا نحتاج إلى فار هنا في هذه الكرات. يا سلام على بارنز وما فعله مع غونزاليز هجمة خطيرة خطف الأهداف. هنا في هذه اللقاءات يعني تكسب وتلعب بالنسبة لليستر سيتي في هذا اللقاء. انظر إلى الهجمة من البداية أخطاء دفاعية بالجملة لدى فريق نابولي سيطر عليها بارنز ثم يعد الوضعية يلعبها ولكن دخلت إلى المرمى إلى مرماك يا أسبينا. هنا في هذه الزاوية تكون أوضح بكل تأكيد كرة رائعة وهنا من جونز دخلت الكرة مرت الكرة لغونزاليز. هذا الهدف لغونزاليز. فاردي لدينا في الخارج عاد من الإصابة لينتصر على مانشستر سيتي في اللقاء السابق. كانت قمة مرتقبة ومنتظرة منذ مباراة الإف إي كاب ومنذ المباراة في الدور الماضي أمام السيتي الذي هزم فيها ليستر. يعني استطاع أن يأخذ بالثأر في هذا اللقاء. غياب من ماديسون في أرضية الميدان لا تصل إليه الكرة كثيرا ولكن تحركاته الخطيرة. هنا قطع الكرة من ماديسون ولكن بدون أي فائدة. يعتمدون الآن على هجمة من جبهات بيرترند. يعني بيرترند ليس في حالة زي الجيدة. فوفانا يخرج بالكرة وخروج خاطئ من فوفانا مرة أخرى. هنا كرة إنسيني يا الله ضاعت من إنسيني. كانت هجمة خطيرة على مرمى كاسبر شمايكل ولكن في النهاية تصل إلى ضربة ركنية. شمايكل يخرج الكرة هنا عند رويس. الماس كرات كثيرة كرات وتمريرات هنا. يعني يستحوذ نابولي على المجريات اللقاء يا الله ولكن تصل الكرة إلى زويونشي في النهاية. زويونشي يعيدها إلى إنديدي. محاولة ليستر أن يضبط الأمور مرة أخرى. إنديدي ماديسون يلعبها في الجانب عند رايان بيرترند. رايان بيرترند للأمام عند بارنز لا تخرج الكرة ولكن ضغط من بارنز ضغط من خط الهجوم
لمحاولة افتكاك الكرة هنا. فوفانا يلعبها، يا سلام على هذا الروقان، يلعبها لماديسون في الأمام ولكنها لا تصل إليه. كرة سريعة، مباراة سريعة هنا في قمة الدوري الأوروبي. تغيير، ينزل أوسمان لنابولي، كذلك ينزل الفتى الكبير فاردي في التغييرات الهجومية للفرقتين. هنا كرة لبارنز يعود بها لرايان بيرتراند تيليمانز مرة أخرى. ضغط هجومي، ضغط هجومي، يلعبها بيرتراند للأمام عند جيمي فاردي. جيمي فاردي، فاردي يدخل على كرة فاردي ولكنها في النهاية لا تصل إلى أي أحد. أظن أن نزول أوسكار، قل أوسكار، قلت معدلات أوسكار، لا أدري لماذا، ولكن هذا ما هو موجود لدينا في أرضية الميدان. إذا تغييرات أيضا هجومية ننتظرها لدينا على الخط، نزول أوسكار كذلك لأشيمبونغ، لاعب كبير أشيمبونغ أثبت نفسه في الكرة العرضية. هجمة خطيرة، أوسمين، تبديلات هجومية هنا، إنسيني ولكنها في خارج الميدان، هجمة خطيرة، تبديلات هجومية من نابولي تقلب مستويات الأمور. لذلك يريد المدرب عبد اللطيف أن يحصل على بعض الاستقرار هنا في يعني معادلة الكفة بالهجوم السريع والخاطف. هنا تيليمانز يلعبها لأوسكار الذي يلعبها مرة أخرى لأشيمبونغ، أشيمبونغ يلعبها لتيليمانز الذي يستطيع المرور ولكن أخطاء أثناء اللعب. نزول جيمي فاردي، حتى الآن لم يؤثر جيمي فاردي، وكيف سيؤثر جيمي فاردي إذا لم تصل إليه الكرة في منطقة الجزاء. إلماس، ضغط في الهجوم على جبهة رايان بيرتراند. تمريرة لإنسيني وتألق من كاسبر، تألق هنا من كاسبر شمايكل نجم اللقاء في الشوط الثاني. كاسبر شمايكل يستطيع التصدي إلى على الكثير من الكرات. شمايكل هنا في هذا اللقاء تلعب قصيرة لإنسيني. أيوزي بيريز، أوسكار، خروج هادئ بالكرة من أوسكار. هنا والفريد انديدي، أشيمبونغ، انديدي خطأ مرة أخرى، خطأ في التمرير مرة أخرى، كرة لإنسيني ولكن زويونشي يمنع مرور لاعبي نابولي إلى منطقة الجزاء. زويونشي من الخارج. هنا كرة لماريو روي، ماريو روي، ديما مع هونديدي، مع هونديدي، يا الله كرة خطيرة حتى الآن. هنا كرة لفاردي، فارديش ثم أشيمبونغ ثم يهرب بها فاردي، يهرب فاردي ويلعبها فاردي ولكنها تخرج. يا سلام على هذه الهجمة، هجمة مرتدة خاطفة يعتمد عليها فريق ليستر كثيرا، ولكن هنا غابت الحاسة التهديفية لديك يا فاردي. خروج الكرة بهذا الشكل من أرضية الميدان. دانيلو، كان أسيست رائع من أشيمبونغ، بدأت تكون هناك كيمياء بين اللاعبين فاردي وأشيمبونغ، الكيمستري شيء مهم هنا في هذه الكرات. هنا شيمبونغ والاعتماد على سرعته، سرعات شيمبونغ وتمريراته الحاسمة الخطيرة. هنا كرة لبرتراند، رايان بيرتراند ولكن يخرجها أوسبينا لينتهي اللقاء 1-0 لليستر سيتي في نجاح في هذه المهمة حتى الآن، ويعني ضمان مقعد مؤهل للدوري الثمانية بشكل تقريبي بعد هذا الفوز. طبعا اللقاء يحسم في انجلترا، لاتسيو 0-0 امام دينامو موسك، مش عارف ايه، ريال بيتيس خسر من باريس سان جيرمان اللي انا بستغرب اصلا ان هو موجود هنا. عندنا برضو روما كسبنا اتلانتا 1، ليستر كسب ارسنال تعادل، وبورتو كسب 3 في اكبر النتائج هنا في هذا الدوري. في الجولة 31 في الدوري الانجليزي الممتاز لدينا مباراة كبيرة هنا أمام ليدز يونايتد.
ليستر وليدز يونايتد. ليستر وليدز يونايتد مباراة على الفريق أن يسمح بتبديل العديد من اللاعبين لإراحة كثير من اللاعبين إن أمكن. يعني نزول كاستينج لن يضر، كذلك نزول جاستن أو توماس، أظن أن جاستن أفضل. يعني إذا نزلنا جوهردي يعني نلعب بفريق جديد في هذا اللقاء، وهذه تجربة لإمكانيات الفريق إذا أرادوا العبور والمرور. أيضا ننزل بيرسيتا وغونزاليس، ننزل بإيهيناتشو. مباراة سهلة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أظن أنه من الممكن أن تحدث فيها الكثير من المفاجآت على مستوى التهديف من كلتا الفريقين، ولا التبديلات متوفرة والحمد لله. لذلك المباراة القادمة تلعب في استاد ليستر سيتي أمام ليدز يونايتد، وسنرى من سينتصر في هذا اللقاء. اللقاء في الجولة 31. طبعا ليستر الآن يبحث عن أي نقاط، يعني خسارة النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لن تكون جيدة، في صراع مع توتنهام على المركز السابع ومن ثم السادس مع ليفربول. Well, we have the most perfect day for you. A warm إذن hello in every هنا في الكينج باور، في الكينج باور ستاديوم مباراة ليستر ثم ليدز يونايتد. هنا في هذا اللقاء لدينا الكثير من اللاعبين، يريح المدرب عبد اللطيف الكثير من اللاعبين هنا في المباراة. هل يأتي ذلك على حساب التهديف للفريق؟ لا أظن، يعني الفريق حتى الآن برضو يعني لديه العديد من التبديلات، ولكنها كرة خطيرة. فيستغارد كان من اللاعبين الذين عليهم الكثير من الأعين. هنا سومير يلعب خطيرة سومير. كاستينج فيستغارد مرة أخرى لكاستينج ثم فيستغارد. إيفانز أشيم بونج يلعبها للكرة لجوستن، خطفة هنا كرة دوامينا. يعني اللعبة استعراضية، يريد إحراز الهدف الاطمئناني. هنا إيهيناتشو، إيهيناتشو وإيفانز، كذلك وورد من اللاعبين الذين يعني من الحرس القديم الذين اعتمد عليهم ليستر في الفترة الصعبة في بداية الموسم. طبعا الذي فرق مع صنع الفارق مع الفريق ليستر هي الصفقات الجديدة. هنا تشوهردي، كاستينج، بيرسيتاو، سومير، جاستن، أشيم بونج، سومير مرة أخرى. أشيم بونج، جاستن، هذه الهجمة تتكرر هنا. هنا في مرتين متتاليتين يتم تسجيل الكرة من المهاجم لكنها لا تصل إلى المرمى. إذن العديد من الفرص هنا في هذا اللقاء لليستر. مباراة ليست بالسهلة وليست بالصعبة. هنا بيرسيتاو، سومير، إيهيناتشو يحاول الحفاظ على الكرة ولكنها تصل إلى بيرسيتاو الذي يفقدها. يعني أغلب هؤلاء اللاعبين يفتقدون إلى حاسة المباراة. هنا أريسون والهدف، هدف كبير وهدف رائع، هدف رائع ليدز يونايتد. عدم وجود تاجانوس في الفريق سيفقد الفريق الكثير. لدينا ثلاثة تبديلات فقط على مستوى جميع الفريق، يعني ضرب الدفاع ضربة واحدة، ضرب ضربة كبيرة، ضرب الفريق كذلك. لم يتعرض ليستر سيتي في سابق المباريات إلى هذه الخسارة في الشوط الأول مبكرا بهذا الشكل. كاستينج، دوامينا يلعبها للكرة لهيناتشو، هيناتشو حافظ على الكرة، هيناتشو يلعبها للأمام عند بيرسيتاو، ولكن يعني
اللعبة كانت من الممكن أن يشارك فيها إيهيناتشو من الأمام. هنا كرة وسرو. أها للمرة الثانية أين أنت يا فيستغارد؟ أين أنت يا إيفانز؟ أين عناصر الخبرة المشتركة مع هؤلاء الشباب؟ هنا كرة للأمام ولكنها مقطوعة أيضا مرة أخرى فريق ليدز. هجمتين ضائعتين لليستر سيتي لم يستطع منهم أن يحرز الكرة. ليدز من الفرق العتيدة والعنيدة، لعبهم كذلك الفريق ليستر إذا كنتم يعني متذكرين اللقاء أمام ليدز يونايتد في الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز. لعب الفريقين واستطاع فريق ليدز أيضا أن ينتصر. هنا كرة لإيهيناتشو يلعبها لدوامينا، خطيرة وسريعة على مستوى الجانب الأيمن. دوامينا كرة، يا سلام، ولكنها تصل في النهاية إلى حارس المرمى الذي يخرجها، يخرج الكرة ليسيطر عليها أيضا دفاع فريق ليدز. هنا دالاس يخرج الكرة لجيمز، جيمز أوه، ولكنها لإيفانز. سهلة لإيفانز. جوستن سوماري لبيرسي تاو يلعبها لياشيم بونغ على مستوى الجبهة اليسرى، ولكن تألق دفاعي من ليدز يونايتد. هنا سوماري يحاول الحصول على الكرة ولكنه لا يستطيع. بامفورد يقدم أداء كبيرا، كذلك جوستين في هذا اللقاء. هنا تاو يلعبها لجوستين، هجمة سريعة لشيمبونغ. سرعات شيمبونغ وليس فيها فاول، ولكنها كورنر لفريق ليستر. هنا كاستينج يلعبها شيمبونغ. هنا سوماري، ولكنها للكورنر مرة أخرى. هجمة كانت معقدة. كاستينغ ملعوبة كرة لدوامينا، موجهة إلى دوامينا. هنا كاستينغ، تشوهردي سوماري. لإيهيناتشو ولكنه لا يستطيع الحصول عليها. هنا كرة وعودة. كاستانيا إيهيناتشو لا يستطيع. هذه هجمات كبيرة لليستر، ولكن الاستفادة من هذه الهجمات هو السبب وهو الحل. كانت تسديدة واحدة من ليدز يونايتد أحرز منها الهدف، 4 تسديدات على المرمى ولكن لم يحرز منها أي شيء الفريق ليستر. هنا يا سادة في الشوط الثاني، هل يستطيع ليستر العودة إلى المباراة مرة أخرى؟ الاعتماد على الكثير من اللاعبين الغير أساسيين. هنا كرة وتدخل، يهرب إيفانز. هنا بامفورد يريد التصويب. بامفورد معه فيستغارد. بامفورد يحافظ على الكرة. غياب ولكن هجمة مرتدة يلعبها لدوامينا، يلعبها لإيهيناتشو. يريد المرور إيهيناتشو ولكنه ليس في قوة جيمي فاردي. هنا يعني إزعاج والحصول على الكرة مرة أخرى، ليس فيها فاول. كم كانت كرة عنيدة. هنا كوبر أوكونغو، كرة عند إيفانز، يستطيع شيمبونغ ولكنه لا يستطيع الحصول على الكرة. شيمبونغ بامفورد يمر. هجمة رائعة من ليدز يونايتد، هذه يحرز منها الهدف الثاني. سومايري يحصل على الكرة في النهاية. سومير يلعبها لتاو، يعني بطيء تاو. هنا سومير يلعبها لأشيمبونغ. أشيمبونغ مرة أخرى يحاول الحفاظ على الكرة، يلعبها لجوستين ولكنها هجمة يعني لم يكن لها أي داعي. هنا أظن أن نزول ماديسون سيكون هو الحل، كذلك نزول جيمي فاردي. يعني سنرى كيف سيؤثر هذين التبديلين. هنا تشوهيردي يعني خدوا تحت باط وعدة. هنا 1-0 نتيجة اللقاء. على هذا المرور هناك فارق في الجودة بين لاعب خبرة لعب الكثير من المباريات ولاعب آخر لم يلعب الكثير من المباريات، وهو هذا ما نراه في أرضية الميدان. كان قرارا سيئا على ما أظن من عبد اللطيف أن يشارك كل هؤلاء اللاعبين وهم لم يشاركوا في العديد من اللقاءات. هنا دوامينا لعب لبيرسي،
تور دي دوامينا مرة أخرى يحافظ على الكرة. دوامينا يلعبها لتاو ولكنه تلعب عليه مباراة كبيرة تاو هنا ليدز يونايتد يحاول الحصول على ثلاثة نقاط من ليستر سيتي. لا يلعب ليستر سيتي بالتشكيل الأساسي ولكنه كان اختيار المدرب وهو من يدفع ثمنه وحيدا الآن. طبعا كوبر تبديلات حتى الآن لم تتم الكرة حتى الآن. فاول على كاستينغ أظن أن فيها كارت تدخل كان عنيفا يعني لم يبين أي ندم على هذه الكرة كاستينغ لذلك كان عليه الحصول على إنذار. نزول الاثنين هما ماديسون و جيمي فاردي. كرة لجيمي فاردي في الأمام. جيمي فاردي هنا هذه الكرات جيمي فاردي ولكن تدخلات عنيفة. هنا تشوهيردي يطلبها ماديسون يعطيها ماديسون يريد المرور. ماديسون تدخل عنيف من الدفاع. الحكم صامت في أغلب اللقاء صامت. هنا كرة لبامفورد ولكنه جوني إيفانز. فيسغارد دوامينا لأيوزي. 75 minutes played. تشوردي. He's in space and looking. كرة للأمام لأشيمبونغ متألق في الكرات الرأسية أشيمبونغ ولكن الدفاع. أيضا. إذا تغيير في التاكتكس لدى ليدز يونايتد. نزول لأيوزي بريز. ماديسون لديه الكرة. فاردي يصوب الكرة. يا سلام. كاستانيا played out to the right. كانت خطيرة مرة أخرى هذه الكرة ماديسون ولكنه لم يحصل على الكرة. 1-0 نتيجة اللقاء. فريق عنيد لتصويبة من بامفورد على ما أظن. واحد صفر نتيجة اللقاء. هنا جيمز يا سلام. ضغط هجومي. كرة مع جيمي فاردي في الأخير يلعبها لأيوزي بريز. يريد المرور بريز ولكن هناك زيادة عددية وبريز يصوب ولكن الحارس في المكان والزمن المناسبين. السعي إلى التعادل هنا للفريق الإنجليزي. يو كاستينغ كرة لأشيمبونغ ولكنها لم تلعب بالشكل المناسب. هنا فيستغارد لكاستينغ مرة أخرى. كرة لجيمي فاردي. ياها على الاستعراض يا جيمي يا فاردي. ليس هذا هو الوقت المناسب الحصول على الكرة هو الوقت المناسب ولكن يعني ضاعت الفوز في هذا اللقاء. ضاع فوز مهم في الدوري الإنجليزي بسبب يعني رعونة من المدرب عبد اللطيف وليس إلا. هنا كرة لكاستينغ. كاستينغ يلعبها لجيمي فاردي بتصويبه من هاريسون. يفوز ليدز يونايتد في هذه الجولة من جولة الدوري الإنجليزي الممتاز في إخفاق واضح هنا في هذا الاستاد في البينك باور استاديوم. نتيجة لم تكن متوقعة ولم تكن بكل تأكيد مرضية لجمهور الفريق ولكن يعني خسارة. أظن أن توتنهام هو أيضا خسر في لقائه. كذلك أستون فيلا ينزل ويهبط أستون فيلا. في المباراة القادمة لدينا مباراة هنا في اليوروبا ليج ولكن استدعاء اللاعبين إلى الفريق الوطني يؤثر بكل تأكيد على المجريات. هنا ريكاردو بيريرا لديه عرض يعني يريد زيادة المبلغ المطلوب لأن ريكاردو بيريرا لعيب كبير. هذا الفريق اللاعب يقدم شروطهم البريتون ماشي. هو ده أصلا قيمة اللاعب انتقال كامل ماشي. ديسبرتول
كانت نجم ماشي، ده كده كده هينتقل خلاص. طيب فيستجارد، هذا فرق اللاعب اللي قدموا شروطها هم تشو هيردي برضو، ده انت من المفضل تقارو. ماشي، ده كده انا شايف ان هو كده تمام قوي، مش هحتاج اكتر من كده معاه. كذلك فيستجارد لاعب ليس بالكبير وليس بالعظيم، لكنه يؤثر على الفريق تأثيرا سلبيا. إذا هول، هذا أيضا هول المفروض كانت ناجحة، هذا كده كده هينتقل، لذلك يعني استغنينا عن اثنين من اللاعبين في صفقات الانتقال. هنا نابولي، مباراة العودة نابولي في الدوري الأوروبي، ولكن يعني سنشاهد هذا اللقاء في الحلقات القادمة. أمامنا جدول صعب، أمامنا مباراة مع كريستال بالاس، كذلك مباراة أمام نابولي، مباراة الأستون فيلا هنا كانت أو ستكون يعني في ال اف اي كاب في نصف النهائي، ولدينا مباراة أمام أستون فيلا ستكون مباراة يعني مهمة، مباراة أرسنال مباراة مهمة، مباراة تشيلسي أيضا مباراة مهمة، كذلك مباراة ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز. أراك في الحلقة القادمة، بكل تأكيد ستكون حلقة مهمة جدا، ليس لدي أي عروض لأي فرق أو أي أندية، ولكن أنا راضي عن أداء الفريق حتى الآن. المباراة القادمة ستكون مباراة كبيرة، ستكون مباراة حاسمة للصعود إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. أراك في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.